جناب مسؤول پزشکیان، كثر هم من يعتقدون أن هذه اللحظة ستكون فارقة في تاريخ إيران السياسي المستقبلي، وكثر أيضا يشككون بذلك. فالتفاؤل بكون الرئيس الإصلاحي الجديد الذي يدعو للانفتاح على الحوار مع الغرب يقابل برفض صقور التشدد للأمر جملة وتفصيلا. الرئيس الجديد الذي يتهمه الأصوليون بالتبعية للغرب أكد مراراً على ضرورة الحوار مع العالم وحل المشاكل عبر المفاوضات، كذلك يدفع باتجاه إطلاق خطة جديدة للسياسة الخارجية من خلال توظيف الخبراء في هذا المجال، بينما يدعو معارضوه إلى مواصلة العلاقات الخارجية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بدلاً من الغرب. بيزشكيان كان أشار إلى ملامح سياسته في هذا المشهد، أرفق معه مهندس الاتفاق النووي محمد جواد ظريف، الرجل الذي ينظر إليه الأصوليون المتشددون كعنصر ليبرالي موال للغرب. فيما يخص اقتصاد البلاد، كان بيزشكيان ينتقد عملية بيع النفط بأسعار مخفضة لحلفاء البلاد كالصين، معتبراً العقوبات إحدى أسبابها، ولذا يجب حلها كونها تكلف البلاد ثمناً باهظاً، أمر لا يهتم له الأصوليون. كذلك يريد الرجل انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي فاتف، ويرى أنه إذا لم تحل هذه العقد ستستغل إيران حتى من الدول الصديقة. وبين من يدفع شرقاً وآخر غرباً، يبقى شكل السياسة الإيرانية رهن المستقبل القريب، لكن المؤكد أن الجميع بمن فيهم الرئيس الجديد يعلمون جيداً أن الرياح في إيران تجري بما يشتهي المرشد.